طبعا تعبت أنا من اللف والدوران، قلت أروح أسلم نفسي لمركز الشرطة. هذه شوفوا هاي سيارات الشرطة وينهن، اللي هاي نطلع لكم إياها. شوفوا هاي كلها على مودي. سيادة المستشار هنا أنا ما خلى مكان ما بلغ علي، أنا لازم أروح هسه أسلم نفسي المركز الشرطة، وهذه مصيبة. يعني السيد المستشار المزرعة مسوي القاء قبض علي، خلي أروح أسلم نفسي وأخلص أحسن ما نايم بالفلكة. زين، وهذا هنا أنا وين مركز الشرطة؟ هذا مركز الشرطة، هذا مركز الشرطة، فلازم ندخل هسه. زين، ناخذ النفرة. يابا السلام عليكم، يابا شلونكم؟ اخباركم؟ صحتكم؟ يابا انا مطلوب سيد ابو المزرعة جاي يتفرج. هاي الشرطة هياتهم. يابا انا مطلوب. يا معودين، يا ابو فاضل، يا معودين انا هنا أنا بمركز الشرطة، شلون شغلة؟ ما تريدوني؟ طبكم مرض، خلي يطلع العاد. يلا اخواننا الشرطة، عندكم احد هنا أنا يريدني؟ تراني موجود هياتنا بمركز الشرطة. والله العظيم تعبنا، تفضلوا هاي الشرطة. قالوا ما اريدك اطلع. والله العظيم ما اعرف هسه وين اروح. هاي تفضلوا، هاي سيارات الشرطة كلها هياتها ورايا. تعبت من يعني من النوم بالمزرعة. يعني واحد شي يسوي وين واحد يطي وجهه؟ يا معودين، سيادة المستشار، يا معود القاء قبض، وينك؟ ما هي من الشرطة، هياتني هاي الشرطة هياتها. خلنا نشوف، ما راتني. نطب مرة الأخرى، يلا ما يخالف. سلام عليكم، شلونكم يابا؟ يابا أنا عندي أمر القاء قبض علي من السيد المستشار، تريدوني ما تريدوني بكيفكم أنتو. يلا أنتو هياتني. قلت لهم سيادة المستشار، بس قالوا احنا ما عندنا زيج بالانجليزي، فالزيج راح يسوي له ابديت بكل سيارات الشرطه. هذول اخواننا الشرطه، هذه سياراتهم. اهلا وسهلا. وين نصعد يا معودين؟ القى قبض عليه. شلون شغله مال الكعبه هذه؟ شلون شغله مال الكعبه يابا؟ وين توصلون؟ يرحم ابوكم. هسه اصعد لي وراني لي وين؟ شلون شغله سيادة المستشار؟ وين اطي وجهي؟ يلا شلون شغله شرطة؟ يا معودين انا مطلوب سيادة المستشار بالمزرعة. ما يخالف، بلكي يشوف لنا غير مكان. الله يطيح حظك وحظ مزرعتك وحظ ام سوسو. تقولي تعال لندن، اسال علي. شو اسال عليك؟ انت ام سوسو بعد، وديش اللوخ تحكي لي ما ادري شنو. ام سوسو روحي ابقي يم المزرعه، حتى الشرطه ما تريدني. وين واحد يطوي وجهه؟ والله يلا عيني، نشوفكم البث اليوم بالليل.